شوف اصبر حسين هذا بغينا نعرفوا شكون هي هاد وسيله اللي ناطلك الصداع مع مرتك عليها. هذه واحد مغنيه ديال داكشي ديال الموسيقى وانا كنت هذاك السيد ديال الكلمات واللي صافي سي كلمات كلمات زعما بحال نكونوا بحال اصدقاء المهم الخدمه بينات اها هذا السؤال اللي وقع صافي ودينيس سافنا تنهضر معاه وداك السيد قالت لي علاش تهضر معاه علاش هذا دابا هنا وهي هي بحال ستات عمرك ولكن حنايا سمعنا بان بينك وكانت شي علاقه قديمه بينك وبين هاد الوسيله دابا وضح لجمهورك الكريم بكل صراحه. المهم هاد الوسيله والو كان زعما تكون بيناتنا هاد الخدمه اما داك السيد ديال الوسيله ما كتعجبك ما لحقتي لا شي كريمه انا عندي الانسان اللي انت اما داك السيد راه هضره وصافي هضره وكلام هضره وكلام هضره وكلام وصافي. نعم نعم دابا الحجر الصحي احنا عارفين كنت ولد كازا ولد كازا واش وحلتي فاس؟ لا ضروري لا حيت قررتي تعيش فاس. لا زعما زوين فاس انا ولكن زعما عاوتاني كازا تاهي زوينه تما ما بحال بحال اللي زعما حنا بحالنا انا كنا بغينا نمشيو ليها وصافي. العائله ديالك سقط لك الخبر تزوجتي؟ لا هما عارفيني هما عارفيني عارفين كل شيء عارفين كل شيء عائلتي كنت عارف كيدوروا معاك كيتهلاو فيك ضروري والدي راه كل شيء هذا ضروري. احساس واحد السؤال اللي كتطرح ديما مرحبا احساس شنو كيدير في حياته؟ انا تندير هذا السيد ديال التكنولوجيا تندير هذا السيد ديال المعلومات انا عندي بزاف ديال الحرف بحال تندير السيد ديال الضو تندير السيد ديال الميكانيك تندير وهذا الشيء واش مدخل لك الصريف؟ ضروري بعد خاطر المهم انا حسيت ما تخدم انا بوحدي في السيد ديال التكنولوجيا اللي تخدم فيها شنو كتدير في التكنولوجيا؟ زعما بحال السيد ديال البيسيات كاميرا تنصطال كاميرا كتصلحهم؟ لا تنصلح البيسيات وتنصطال الكاميرات كتصلح البيسيات وكتنصطال الكاميرات نعم وما فكرتيش دير شي محل ديالك؟ لا ضروري تنفكر في هذه القضيه ضروري ما خصني ندير دابا مع السيد ديال كورونا النهار اللي مشيتي تخطب دنيا شنو كيفاش خطبتيها كيفاش اللي زعما زعما عرفاتك ما خدامش قبلها عادي ولا راح تحز زعما انا وياك كنا زعما هي عارفاني عادي والصداق شنو درتو في الصداق قلتيلا هذاك السي باقي دابا مازال ما عطيتيها ما درتي عرفاتك ما خدام لا صدق لا والو قالت لك غير لمسي رافقتي وجدتي لا زعما على قضية الخدمة زعما أنا كنت نبريكولي أنا البريكولاش كنت نخدم بهم شوية كنا تنتعاونوا أنا وياها كدور معاها كتعطيها باش تشي الحمام هكذا تنقاد معاها ديما تنعطيها ودابا الأكل ديالك كيفاش كتاكل شنو منين مصروف كتجيبو؟ لا عادي زعما كتتكل على خالها تصرف عليكم؟ لا عادي لا مساك حتى دابا كورونا عارف الكورونا ما كاين والو لا كورونا ما كتاكلش لا كورونا ولا على قضية كورونا دابا كيفاش تخدم دابا؟ قضية واقفة استفدتي من رميد ضروري استفدنا منه شنو شريتي لها به؟ الساعة باقي ما كاين والو ضروري مهنة حتى الكورونا ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله هذا كيفاش؟ دابا الرميد وهي استخدمت هي من الرميد لا حتى انا دابا راجلها صافي و انت راجلها قسمتوها ولا كيفاش درتوا؟ انا عارفه هي صليطه لا 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 ما بقاش عندنا حنا شنو ولات هي اللي شدت البسطه هي اللي شداتها لا لا حنا عندنا لا دابا شوف بكل صراحه قول لنا هذيك الفلوس طرام 16000 ريال شكون اللي شدها فيكم؟ انا وياه حتى انا وياه دابا هي دابا لا شكون اللي راها عنده؟ ورا انا عندي ليه في البسطاب ديالي مازال لك؟ مازال ما عاد فيها باقي هي ما خسرتي لا تبغي اذا الدنيا كتحيل علينا ما صليطه ما ولا ما حاكماك ما ما حتى حاجه ما كاين لا حاملة ولا سيارة راه طلع علينا بالسر هذاك زي ما كاين والو ما كاين والو اذا انت هو الرجل انت اللي حاكم ضروري اي راجل في هذا المغرب راه ما خصكش تسمع دنيا هذا الفيديو تخرج لك تسمع تخرج تقول لي انا راجل انا وكل شيء تغوت عليك تقول لك ما تغوتش عليك ما كتغوتش لا والو علاش اخويا كتقف في الكاميرا كتقص تحيال على البنات والبنات كلشي بغى يقلدها ها بغى تخرج علينا بكاميرا غا بكاميرا سمعناك شديتيها ضربتيها كانت العصا واش هادشي بصح لا زعما ما تنضربهاش ما كتضربش ولكن ما تنضربهاش كاع مازال تنتقلق منها وصافي ما كتقلق منها كيفاش كدير؟ تنبدا كتلعب عليها شنو هذاك الشيء اكشن شويه صداع شويه ولكن هي الري وهي الشوار لا الري وانا الشوار
سيفت اخويا ما تسواش درتي لاك درتي فيه هي الريش هو عرفنا في الاول داكشي ولكن صافي دابا داكشي صافي داز كيفاش هادشي داز واش ضحكتي على دنيا كيفاش ضحكت على هي دابا مراتي وحنا مرتاحين الله يبارك لنا دابا ما بقاتش هي الريه الشوار وليتي انت والري انت والشوار انتوما مرتاحين الفلوس مازال في البسطام ما خسرتي عليها ريال لا ريال اش دري لا ولكن محترم انا محترم وكا انا وهكا وكن محترمين بعضياتنا اذا لي درتي لها الخضع السينمائيه على ما تزوجتيها وتبتيها ورصيتي الرجيله ديالك في دار خالها وليتي انت والري انت والشوار شويه تخرج خالها من الدار ياك لا 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 حاسه ما خرجتش واحد من الدار لا سي ما كاين ولا هو الريوش يا احساس دارت ليا موجات كورونا وليتي انت هو الري انت هو الشوار دابا 16000 ريال مازال في البسطام 16000 ريال غراتك على دنيا لا لا هذاك الشيء تبقى مازال 100 درهم ولا 100 درهم شحال دابا خسرتي منها ديك 16000 ريال كنا جات لينا واحد الباتري واحد التليفون صافي باتري ب 40 درهم وبقى حتى باه بحال هكا صافي هذاك ديال المغزى وخالها ما كتجيب حتى شي حاجه تدخلها شو ما راك عارف نسيت هذا لا ضروري انا كتجيب شو كتجيب مثلا المهم شنو عز اكله عندك في رمضان بلاطه البيض بلاطه البيض ها لا احسن اكله جلسي في رمضان زعما كنس باكيتات عليا وكذا الحريره كتوجدها بيديك ولا هي لا انا هي تتوجد ما توجدهاش انت ماني انا راجل قال لك هي توجد ليه حتى صافي انت راجل ياك انت ما تعاونهاش لا نعاونها الا كانت مريضه نعاونها علاش لا واحد الفيديو كان تسرب ليك بانك مازال كتقرا والناس كنت انا تنقرا كيفاش الفيلم ديال داك القرايه لا انا ديت كنت نقرا هكا في الصوت صافي كملنا واحد الايام مات وداك السي صافي صافي وانت مازال كتقرا صاحبي وماشي تزوج عادي صافي هذا المهم الحمد لله على كل دابا شنو احسن حاجه اللي دازت في هذا الحجر الصحي هو انك تزوجتي قلتي الدراري ياك انا زعما قلت ثم داك السي درت الراس هذاك السي ديال المستقبل داك السي ديال يعني كما تزوجتيش كتقلبتي في هذا الحجر الصحي لا لا قبل الزواج هادشي اللي تبغي ضروري ما غادي ناخذها فهمتيني واخا ما شنو يكون وهي دابا ما بقيتيش كتفقصا يعني عادي عايش معاها لا ما كاين لا فقصه لا والو هذاك الشيء متلاومين انا وياها تنهضروا بسويه تنديروا اي حاجه بسويه ما زعما ما تديروا لا صداع لا حتى حاجه لو ضربتيها عاد خرجتي ها لا تضربهاش علاش تضربها هادشي اللي سمعنا سمعنا عطيت فيها ضربه عاد خرجتي لا لا اللي ما راه ما قدرتش تخرج عندنا عينيها زرقاء لا لا واش هادشي بصح لا لا ما تنضربهاش وعلاش هي دابا ما كايناش اذن لا لا عمريضه صافي عمريضه مريضه صح شفت شوف لا 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 مريضه دابا 16000 ريال مازال عندك ما ولا مشيتي سقتي الخبار وهزتها هي وصافي لا لا ما تمن ديروها ديالو هادي ديالنا حنا بزود دابا واخا تخسرها ماشي مشكل شريتي لها شي بيجامه النهار اللي تزوجتي ولا اه ضروري تنتعاملوا شحال بيجامه شريتي تنتعاملوا انا وياها ضروري تنتعاملوا انا وياها دابا سؤال معين سالنا لك شحال بيجامه شريتي لها لحد الان تنقول لك زعما شحال تقرا من اجري لها البيجامه بفتح كاين زعما المهم تتهلا فيها كما تيقولوا تتهلا كتهلا فيها شحال البيجاما؟ زعما اذا ما شريتيش واحد جوج بيجامات اول مره كدوز رمضان هنا في فاس اول مره اول سنه صراحه بالي زوينت احسن من كازا لا كازا وثاني كبيره هذا عاود السؤال ثاني اول مره كدوز رمضان في فاس لا ثاني فاس وثاني زوينه اول مره غادي ندوز انا رمضان هنا شكون احسن كازا ولا فاس في رمضان انا تنقول لك زعما على قد الزب انا جات مع كورونا ما سكتو ثاني في اللي تيكون اجواء اما حنا اللي في كازا تكون تنهود العند دياب مراكم تندور تما دابا فاش غادي دوز الحجر الصحي فين تعيش معك دنيا انا نعيش ضروري اللي في كازا كازا عند والديك وباش تنصح الشباب بالنسبه للحجر الصحي في الزواج واش يبقاو دايرين الحجر اللي تزوج يدير الحجر الصحي ولا لا حيت كيتناقر مع مرتو لا ما خصهمش يتناقروا هذا المشكل يلا قولها عاودت هذا السؤال انا سولو يلا انا سولتو يلا سير يعني لما عيطت لك الوالده ديالك تصعيط لك كما العاده يوميا كتهضروا معاها تتهضروا معاها يعني توحشت يماك وبغيتو تمشيو لكازا ولكن المشكل ديال الترونسبور اه ديال الترونسبور انا ضروري راه تلقى الام ديالي وديما تنتواصل دابا انت فاش تمشي من هنا صعلا فشي تسال الحجر الصحي غتدي دنيا تعيش في كازا ضروري
وهي موافقه معاك في المنزل ديالكم مع امك وباك. هي موافقه على هذا الشيء. ودابا امك وباك شكون غيكون الشوار، امك ولا هي؟ لا كيفاش امي ولا هي؟ انا زعما هذاك هي تتبقى مراتي زعما غيتهلاو فيها والديك. لا انا الام مع دنيا وما تفهمتش الام مع دنيا. ضروري غادي نكريو في بلاصه ولادي تيهضروا في بريس علينا ان شاء الله. غاتكريو ضروري مسح ديما نبقاو زعما راه غنخدم تما وغادي زعما والعرس واش غديروه هنا في فاس ولا في غديروه؟ والله ما عرفت انا بلاصتي ما عرفت والله ما عرفت واش غديروا. بالنسبه لرمضان اول سنه كدوزو في فاس اول مره تدوز في فاس. وكما شفتي واحد الفيديو والتصريحات اللي خرج بهم الوالد ديال دنيا سمعت طبعا واحد بعض الخلافات ما حاولتيش تصلح بينها وبين عائلتها؟ نقول نقول لك هذاك السيد تيبقى انا زعما انا دويت مع دنيا قلت لها سوف تصالح معاها قالت لي صافي انت مشكل انا عادي انا عادي انت دابا انت دابا معايا وحنا صافي تزوجنا الحمد لله. انا الوالي الا بغى يتصالح معايا تصالح معايا عادي انت مشكل انا صافي انا متقبلها نتصالح معاها عادي حسب انا تزوج كاع انا صافي. ولا ما بغاكش الوالد ديالها ورا ما تخليهم يتصالحوا واخا ما باغيكش ورا ما عرفتش انا من بعد راه ما عرفتش واش انا المهم باغي دنيا. انا باغي دنيا. وشنو هو اول لقاء تلاقيتي بدنيا؟ كيفاش اول لقاء كان سميتو على واحد سميتو كنت نصيب على السيد اليوتيوب وداك الشيء صافي تلاقينا هكا بقينا تنهضروا مع بعضياتنا بقى داك الشيء غادي تطوال بحال هكا تسافر من يعني بالنسبه لذاك التصريح الاب ديالك يقول لك هربت من الدار ما كاينش داك الشيء. لا ما عرفتش داك الشيء ما عرفوش انا. يعني انت ما عارفش الماضي ديالها؟ انا عارف الماضي ديالها هي كتقول لي راه هذه وهذه طرا ليا داك الشيء. وبالنسبه لهذاك السؤال اللي قالوا با انا كل مره كنت كتجيب له راجل في شكل واش قبلتي انت هاد الفكره هذه؟ ما عرفتش بعدا هي تقول ما كاينش هاد الشيء. هي كتقول ما كاينش هاد الشيء زعما زاو خطبوها وداك الشيء ولكن زعما ما كملش معاها وصافي. حتى كاين فيديو راه دنيا نعم. يعني انت متقبل الفكره عادي انت يقد مرتك انت مسكت يقد مرتك وعارف شنو هاد الشباب دابا اللي وحلوا في الحجر الصحي بلا زواج شنو تقدر تقول لهم؟ واه تيجي على الحجر الصحي وامشي راه ربي سهل عليهم قولهم تزوجوا شوفي اللي بان لهم هذاك الشيء على قد المستطاع ديال اي واحد. كيفاش معاملتك مع المواقع التواصليه انت الفيسبوك الانستغرام كتواصل مع الناس ديال مع الناس ديالهم ضروري تنتواصل معهم ولكن عن طريق الفيديو فيديوهات وداك الشيء. وما كتخافش من دنيا عاوتاني تنوض عليك الحرب؟ لا تقول والو تتقول حتى حاجه. واش هي دايره الانستغرام بوحدها وانت بوحدك ولا بجوج؟ لا دابا كاين واحد دايرين في دنيا احساس وكاين ديالها هي ديالها وكاين واحد ديالي انا. والفيسبوك داير؟ الفيسبوك الفيسبوك راه تنديرو فيسبوك وتديرو ثاني تبداو هذاك بيراط. نعم عطينا كلمه اخيره اللي تقدر تقولها لدنيا. المهم راه تنبغيها بزاف وديما ديما ديما تنبغيها. وشكون الراجل؟ انا هو الراجل. انت هو الراجل؟ انا هو الراجل. ماشي هي الري الشوار؟ سالا الري والشوار. صافي سالا. الاغنيه التاليه ان شاء الله الري الشوار نتايا. ضحكتي عليها واللي عطا الله عطاه ياك. ضحكت عليها راه مراتي وتتقلب. ولكن النهار الاول النهار اللي مشيتوا ضربوا الصداع بقيتي كتقول لي فتالي تسيفتي. ولكن هذاك السؤال. ضحكتيش سالا احساس. ولكن زعما تتبقى مراتي وفك زعما ياك. اب الفن. ومالك مع المغنية كيفاش وقع لك مع هذيك الفنانة؟ كنت كتواصل معها كانت عندك شي علاقة بها؟ لا ما كان عندي لا حتى علاقة لا والو ما كان عندي حتى حاجة معاها. هي دابا تقلقات وصافي وانت قالت للصحافة راه هو راه خادني ولا داك الشيء بينات داك الشيء اللي جالس الخلاف اللي جالس. شنو الحلم ديالك في المستقبل؟ الحلم ديالي نعيش كما الناس ونعيش حياتي حيت عارفين الدنيا متدوم كاين الدنيا اخرى تتسنانا. اما الدنيا راه المهم تزوجتي كملتي دينك الحمد لله دابا غتكون مستقبل صافي الحمد لله برافو الحين صافي ونكمل مستقبل. برافو عليك طلعتي راجل لا احساس هذا السؤال كاين. برافو عليك تحياتي الحمد لله انا حبيبي.